شو اسمك يا رباعي؟ أحمد محمد حسن الكحلوت. شو لقبك؟ أبو حسن. شو وظيفتك الحالية؟ مدير إدارة مستشفى كمال عدوان. إمتى تنظمت الحواس؟ 2010. إمتى آخر مرة مركبت تدريب عسكري؟ 2010. شو رتبتك في حماس؟ رتبتي عميد. وصف لي كيف الحماس استخدم في مستشفى تبعك لتخباية ناشطين عسكريين؟ هم اللي خبوهم بشكل رسمي، لهم تنسيق اللي أنا بعرف حسب الموظف، هم القيادات السياسية اللي هم المسؤولين الكبار، مسؤولين عسكري ومدى، كان لهم غرف يتخبوا فيها، قعدوا فيها تقريبا 10 أيام، بعدين غيروا الأماكن لمكان تاني، وبعدين طلعوا برا المستشفى. ليش بيتخبوا في المستشفى؟ عشان المستشفى أمان لا لهم، لا يستهدفوا يعني في المستشفى. أكم واحد أجوا؟ هو إجا وقت في المستشفى صاروا بالعشرات، يعني قرابة 100. هل في المستشفى تبعك في كوادر طبية اللي هم جزء من الأصغر القسم؟ نعم، هم اللي بعرفهم 16 واحد، ذكرت أساميهم كلهم، وكل واحد إيش وظيفته سواء في المستشفى أو برا. هم ناشطين عسكريين يعني؟ مشكلين. منهم شوفي شو وظيفتهم في المستشفى؟ هو وظيفته إما طبيب، إما ممرض، إما مسعف، إما كاتب، يعني وظائف يعني رسمية، ولكن لهم وظائف أخرى في الكسام وفي السرايا. نعم، في واحد منهم السرايا. يعني بتقدر تقول إنه المستشفى تبعك أصبح لموقع عسكري تحت سيطرته. نعم. هل حماس في مكاتب خاصة جوا المستشفى؟ نعم، يعني في المكاتب اللي فيها كان قائد حماس واثنين من القيادات، ذكرت أساميهم، هو مجد أبو عمشة مشير المصري، في مكان استخدموه للجندي، في مكان للمحافظ محافظ الشرطة، في مكان للمباحث، في مكان للأمن الداخلي، في مكان للأمن الخاص، وكلهم كان عندهم خطوط خاصة، خطوط هواتف في هذه الأماكن. هل حماس بيستخدم أمبولانسات خاصة؟ أمبولانسات خاصة، نعم، لهم أمبولانس خاص معروف، يعني حتى لونه ودهانه مختلف عنه بدون نمر. لا، ايش بيستعملوه؟ استعملوه النخل الجندي، واستعملوه النخل الوثث، واستعملوا الأغراض أخرى مش عارفها، بس أنا شفته بيطلع وبينزل وما بنزل جرحى، يعني ما بساعدنا حتى في نقل الجرحى، يعني ما يكون في جرحى كتير وفي أسر وفي أي حاجة، بترجاه ياخذ إشي يوديه على المستشفى الأندونيسي يطلع بيه على الشفا، كان يرفض. ليش؟ وظيفته أهم. وشو وظيفته؟ وظيفته ينفذ كلام قيادته للسامة. يعني بيستعملوا بأمبولانس هذا لإيش؟ يعني أغراض غير الإسعاف. شو بتفكر عن زعماء حماس؟ أنا حكيت لك إن هو جبناء. جبناء لأنه هم كانوا يسبونا في الميدان، هم متخبيين في أماكن حماية، والشعب هم اللي أكلها. وشو الحال يعني؟ دمرونا للأسف. Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.